بالتزامن مع حملة التطعيمات بالمدارس، بدأ مركز الرعاية الصحية في مدينة ترهونة بحملة تطعيمات لكبار السن والمواليد الجدد الذين تتراوح أعمارهم بين شهر وشهرين. هذه الأيام مستمرين في حملة تطعيمات المدارس وبالأحرى تحصين الطلبة اللي هم السنة الأولى من مرحلة التعليم الأساسي والسنة الصف السابع من مرحلة التعليم الأساسي، طبعاً هذه بناتي يحطوا في الورم الحليمي، والصف التاسع من مرحلة التعليم الأساسي. حملت الحقن مضادات تقي الأطفال من مرض الشلل والأمراض المزمنة التي يتعرض لها الإنسان، كذلك مرض الحصبة. التطعيمات متوفرة بشكل كامل، سواء التطعيمات الروتينية سواء التطعيمات الموسمية. حاليا مستعد فيهم تطعيمات الإنفلونزا اللي هم الحوامل ومقدمي الخدمات الصحية وكبار السن من فوق 55 سنة، وأغلبهم يعاني من أمراض صدرية وأمراض القلب وأمراض التنفس وأمراض الجهاز التنفسي. الحملة استهدفت أيضا استقبال كبار السن من النساء والرجال لتطعيمهم بحقن الحماية من مرض الإنفلونزا ومن حساسية الصدر.